ولازلت أقول بأن الحزب خطيئة، وأن تسميم الدعوة بالفكر الديمقراطي خطيئة. يعني كنت بالأمس أسمع للمتحدث الإعلامي أو الرسمي لحزب كذا ويتكلم عن الانشقاق الذي حدث في الحزب، وقال إن هذا الانشقاق ليس انشقاقا ولكن هذا عمل طبيعي جدا، لأنه يثري العملية الديمقراطية ويثري العمل السياسي. الديمقراطية إيه؟ من هذا؟ شاب صغير، جعله متحدثا إعلاميا، صغير، أخ صغير، يقول لك إن هذا المسألة ديت بتثري العملية الديمقراطية. أصبح المشايخ بيتكلموا عن الديمقراطية ويتكلموا عن التوافقية ويتكلموا عن احترام الغير. يا إلهي، هذا الكلام يفسد مجال الدعوة. لو كنا بعيدين حقا عن هذه الأشياء لسلمت لنا قلوبنا، وما وصلنا مثل هذا السؤال عندنا بلدنا ثلاث اتجاهات سلفية. كان في سلفية علمية، وفي سلفية دعوية، وفي سلفية جهادية. الآن صارت سلفية جديدة وهي سلفية الديمقراطية. سبحان الله، هي أضل، هي أضل. فنسأل الله تعالى العافية.